سؤال صعب. سؤال مؤلم. الندم هو أول حاجة بحس بيها أول ما أصحى من النوم، وآخر حاجة بحس بيها قبل ما أدخل أنام. يعني تقدري تقولي كده إن حياتي سلسلة طويلة ومتصلة من الندم. طب قولي ندمان على ايه؟ قولي لي انت عندك وقت قد ايه؟ لا مؤاخذة يا باشا، انا مش عايز ازعج سعادتك والله، بس عيد ميلاد بنت مدام حلا ومش عايز نطفي الشمع على ما سعادتك تشرف يعني. ماشي انا جاي دلوقتي. ماشي يا باشا. Happy birthday to Farida. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا سارة. سنة حلوة يا جميل. Happy birthday to you. لا معلش اعذريني، ماليش في الحلو. معلش النهارده بس عشان فريدة. كل سنة وهي طيبة. وانت طيب. عن اذنك اتفضل. اتفضل يا باشا. ملحقش اتعرف على سعادتك بالشكل الصحيح يعني، قلت اجي ارحب بسيادتك بقى. ولا يهمك، انا اساسا مركز في القضيه اللي معانا ما باخدش بالي. على العموم تشكر على ذوقك يا باشا. بص عشان تعرف بس ان الوالد كان حاجه كبيره عندي. ايه ده، دي من امتى دي يا باشا؟ 6 سنين تقريبا. أنا خدمت معاه في الصعيد على فكرة. الصعيد. سعادتك رحت أسوان قبل كده؟ لا أنا ما خدمتش في أسوان. ولا عمرك رحت هناك؟ يعني يمكن رحت مرة وأنا صغير مع المدرسة على ما أذكر يعني. أنت تعرف حد هناك ولا إيه؟ لا أبداً، أنا بس يعني بعض الزملاء كان عندهم دورة تدريبية هناك. حد فيهم قال لي إنه قابل سعادتك هناك. لزينة يا طارق باشا مش محتاج دورة تدريبية. احنا كنا بنشوف الموت كل يوم. التدريب الحقيقي على ارض الواقع، ودي ما كانتش اي ارض. اوعدك لما نخلص القضيه هبقى احكي لك على احوال. طبعا مش زي الاحوال اللي حكى لك عليها الوالد، بس الواحد برضو عنده تجربه مش وحشه. اكيد طبعا سعادتك. انا شايف ان نفسك مفتوحه. ايه افهم من كده انك بقيتي كويسه؟ متهيألي. بيتهيألك؟ لا طبعا ما بقتش كويسه ولا حاجه، بس اديني بحاول. بتحاولي بالاكل؟ دي سلطه. سيف سيف، في واحده جايه علينا دلوقتي حالا. مين دي؟ صباح الخير. صباح النور. انا حلا. اهلا يا حلا، خير؟ في حاجه؟ مدام حلا زبونه هنا في الكافيه، وكان عيد ميلاد بنتها النهارده. لا كل سنه وهي طيبه. عادة سيف ما بياخدش باله من كل الزباين اللي بتقعد عنده بالدرجة دي.
انت اكيد حد مهم قوي بالنسبه لي. انا متشكره قوي يا استاذ سيف. الاستاذ شكري لسه قايل اللي حضرتك عملته. انا مش عارفه اقول لك ايه، ميرسي قوي. دي حاجه بسيطه جدا، اعتبري كل اللي حصل ده هديه بسيطه بمناسبه عيد ميلاد فريده. هديتي؟ اصل سيف عمره ما جاب لي هديه في عيد ميلادي، كنت فاكراها مساله مبدا يعني. بس طالما الموضوع طلع مش كده يبقى انا لازم اعرف. اصل انا كنت بدور على شقه قريبه من هنا وما كنتش لاقي، والاستاذ سيف لقى لي شقه مناسبه جدا. انا بالصدفه لقيت واحد عارض شقته للايجار، فيها نفس المواصفات اللي حضرتك طالباها. فين بقى؟ عندي في العماره. انا كل اللي عملته ان انا اديته رقم تليفونك وطلبت منه ينزل في السعر شويه، ما عملتش حاجه يعني. انا مبسوطه قوي يا استاذ سيف ان احنا هنكون جيران. متشكر قوي. على فكره حبيبتي انا اخته، ما تقلقيش. هقلق من ايه؟ اصل شايفاكي بتحاولي تبصي على ايدي تشوفي فيها دبله ولا لا. انا اخته ومش مرتبطه. عليا معلش، هي بتتعالج اصلا، ادعي لها ربنا يشفيها ان شاء الله. طب بعد اذنكم انا متشكره تاني. العفو. ايه اللي انت هببتيه ده؟ جايب لها شقه معاك يا حنين في نفس العماره الا ما عملتها مع اختك. دي واحده غلبانه عندها ظروف، وبعدين انا ما بفكرش في الحاجات اللي في دماغك دي، وحتى لو فكرت تقالي ان مفيش فرصه يعني. وهي الطول اصلا. اي واحده عندها ذره مخ هتبعد عني لما تعرف ان ليا اخت زيك. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان احنا الاثنين عهات. صح. سيف باشا. ايوه. ازاي معاك يا فندم؟ تمام الحمد لله خير. معلش ثواني سعادتك. عن اذنك يا علي. معلش انا بتقل على معاليك، بس احنا غرضنا الحمايه. ماشي شكرا يا سيدي. في يا فندم عربيه كانت قطره المدام. مدام عاليه؟ ايوه يا فندم. وكان فيها اتنين كده شكلهم مش ولا بد، وفضلت واقفه بره شويه. والعربيه دي لسه موجوده؟ لا تقريبا مشيت يا فندم، بس انا خدت النمره والبيانات وقلت اجيبهم لمعاليك قبل ما ابلغ بيهم في الجهاز. لا مفيش داعي تبلغ في الجهاز، اديني بيانات العربيه وانا هتصرف. بس يا فندم التعليمات اللي انت متعين هنا علشان يعني، والموضوع ده ملوش اي علاقه بيا، ده له علاقه باختي. اللي تشوفه معاليك. اتفضل. شكرا. عفوا. طبعا ما بديش تعرفي تكتب من غير. طبعا انت مش شايف انا هفتنها ازاي ولا ايه؟ ايه دي؟ هديه؟ لا دي مش اي هديه، دي ست التحقيقات بتاعت قضيه الشيكات المزوره بتاعت بنك الائتمان الزراعي، القضيه اللي هزت البلد كلها السنه اللي فاتت. البنك اللي هو في القصر العيني ده عارفاه، اللي داخله شمال كده على الجاردن سيتي عند السفاره. السنه اللي فاتت يا وائل؟ يعني بجد والله عظيم حرام عليك، الناس هتقرا حاجه خلصت من سنه؟ يا بنتي دي فيها اسرار عمرها ما اتنشرت، وانا جبت لك اذن من النشر مخصوص اكسكلوسيف حصريا. ترقبوا لبنى اشرف العدد القادم، هتبقي اشهر صحفيه في مصر. ماليش انا في الشغل البايت ده، شوف لي حاجه طازه. حبيبي حبيبي انت قلتي حبيبي؟ اه عندي بجد. قلتي حبيبي فعلا؟ ايوه. طب انت مش شايفه ان لسه بدري قوي على الكلمه دي؟ لا انا بقولها عادي. انت مدلوقه عليا اكتر ما انت مدلوقه. والله انت تحفه. انت اللي عينك حلوه. طب ما تشوف لي بقى حاجه في قضيه الضباط. بصي يا لوزه، طبعا لو سمحتي لي هنشيل الالقاب يعني. ماشي لوزة، انا مش عايز احس انك عارفاني عشان مصلحتك. لا 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 لا، والنبي وحياه ابوك انا مش حامل البصه دي كده، هقول لك على كل اسرار البلد. يا لبنى انا مش هينفع اقول لك اي كلام في الموضوع ده خلاص، حتى لو مش هتنشره، لان الكلام في الموضوع ده خطر جدا على حياتك. انا ما بهزرش على فكره. اه فانت عشان خايف عليا قوي كده يعني مش هتقول لي؟ يا لبنى عشان خاطري خليني اقدر احافظ على اسرار شغلي، مش عايز الومك على اني مش قادر اتحمل المسؤوليه. اتفقنا؟ ماشي. اتفقنا. ماشي. ناكل بقى. اسكالوب الدجاج بالاعشاب المقرمشه، شو رايك في دي؟ تاكل فراخ ولا فراخ؟ ممكن ثانية؟ ايه في ايه؟ شغل. بلاش انا كمان احافظ على اسرار شغلي؟ هتقضيها انت بقى راس براس، هتتعبي معايا، انا دماغي دي جزمة وبرج الثور وه. طب ثانية واحدة بس. الو. معلش مش هينفع تطول معايا حد. وائل اه. مقدم ماجد العزيزي؟ لا طبعا مستحيل. مستحيل ليه؟
انا عمري قلت لك حاجه وطلعت غلط؟ الحق انت بس انشري الموضوع قبل اي حد تاني ما يسمعك، اتفقنا؟ والله لو اوريك يا باشا، والله لو اوريك. استاذه. ايوه. في واحده صحفيه بره اسمها لبنى عايزه تدخل لحضرتك. واخده ميعاد؟ لا بس هي مصممه. مصممه؟ ايوه. خليها تتفضل. استاذه مشيره، اسفه اني جايه من غير ميعاد. اهلا وسهلا، شرفتيني. بس معلش انا بستاذنك ان احنا نحدد اي يوم تاني نعمل فيه الحوار، لاني بجد النهارده مش فاضيه خالص. لا يا استاذه انا مش جايه عشان كده. مش فاهمه. انا عايزه حضرتك تبقي المحاميه بتاعتي. طيب اتفضلي. انا وقعت تحت ايدي موضوع خطير جدا ومش هقدر انشر فيه كلمه واحده الا اذا كنتي معايا من اول خطوه وقلتي لي اعمل ايه بالظبط وانشر ايه ومنشرش ايه. اوكي، بس انا محتاجه اعرف ليه اخترتيني انا بالذات. حضرتك محاميه هايله طبعا، بس انا مركزه اكتر في القضايا الحقوقيه، قضايا النشر دي مش اختصاصي خالص. انا عارفه، بس الموضوع ده بالذات ليه علاقه بظباط، ومنهم ناس اظن ان انت عارفاهم كويس زي الرائد سيف عبد الرحمن مثلا. وبصراحه يعني انا عارفه ان انت ممكن تحميني. ده كده الموضوع مش مجرد استشاره قانونيه. بصراحه لا، هو موضوع من الناحيه القانونيه مش هيضرني في حاجه. ايوه يا ساميه، ما حدش يدخل عليا لحد ما اخلص مع استاذه لبنى. اوكي، هيا بقى احكي لي ايه الموضوع بالظبط. شفت اللي حصل؟ صباح الخير يا باشا. لا، ايه اللي حصل؟ شريف عباس اللي شغال مع ناجي الخليلي لقوه مقتول ومرمي في الزباله من يومين. مين دول يا باشا اللي لقوه؟ المباحث. لسه قايل لنا من 5 دقايق لما بعتنا لهم طلب بالبحث عنه. مقتول بنفس الطريقه ونفس العلامه وكل حاجه. ايه يا فندم، بس مستحيل ناجي يكون قتله لانه شغال معاه. وحتى لو هيقتله لاي خلاف بينهم مش هيقتله بالطريقه دي طبعا. الصياد يا باشا اللي قتله، مفيش غيره. صح كده. خلينا نتاكد من الموضوع ده وننتهي منه تماما. انا عايزك تكلم الرائد سيف، ولا اقول لك بلاش؟ خد وائل وروح له وقول له ان احنا مستنينه هنا النهارده. ان الاوان بقى انه يتكلم ويقول لنا كل اللي يعرفه عن الموضوع ده. الو، واضح ان هم لقوا جثه شريف عباس مقتول من يومين. موضوع الصياد ده شكله هيتفتح تاني. هجيبوا سيف عبد الرحمن يستجوبوه. تقلقش، اي حاجه هتحصل هنا هتعرفها اول باول. امال انا هنا ليه؟ هو ده العشم سعاده الملك، معتمد عليك ومش عايز ازعل.